أهلاً بكم مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة الأرامية في كل مكان ونتابع معًا بمعونة رب سلسلة من دروس حياة من حياة رجال الله أو مختاري الله دروس من مختاري الله والنهارده بنتابع في حلقتنا هنتكلم عن إبراهيم والشخص الأعظم من إبراهيم عنوان الحلقة أعظم من إبراهيم دعونا نقرأ في سفر التكوين اصحاح 12. سفر التكوين اصحاح 12 في دعوة الرب لإبراهيم نقرأ معا من كلمة الرب: وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض في عدد سبعة وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته وله بيت إيل من المغرب وعين من المشرق فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب أمين هنتكلم النهاردة بمعونة الرب عن من هو أعظم من إبراهيم إبراهيم دعية من الرب ليخرج من أرضه ومن عشيرته إلى الأرض التي يريده الرب أن يحيا فيها اللي أعطاه له الرب ميراثه قال له اخرج من أرضك اذهب من ارضك من عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه. في عبرانين 11 يقول لنا بالايمان لما دعي ابراهيم اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. أول باختصار عن دعوه ابراهيم، دعوه ابراهيم من ارض الى ارض. بركات ابراهيم بركات ارضيه. وابراهيم اطاع الدعوه وخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي وده دور الايمان، الايمان بتاع ابراهيم كان عظيم عشان كده لقب بابو المؤمنين ولقب ايضا بخليل الله كان في صداقه بينه وبين الرب. بين خليل الله صديق الله لكن الحقيقه في دعوه اعظم، في من هو اعظم من ابراهيم. وفي أعظم من دعوة إبراهيم في من هو أعظم بكثير وهو رب إبراهيم ورب الكل ربنا يسوع المسيح ربنا يسوع المسيح بيقدم دعوة عظيمة جدا دعوته مش للأرض لكن للسماء بيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم أعظم دعوة قيلت في التاريخ من أعظم شخص أعظم من إبراهيم نعم وأعظم من الكل وأعظم من الكل ولا مقارنة بينه لأنه السيد والرب رب يسوع المسيح بيدعوك دعوته لكل المتعبين بيدعو الإنسان هو يدعو لمن؟ للمتعبين والثقيل الأحمال بيدعوك ليه؟ إيه غرض دعوته؟ إيه الهدف؟ هو لا يريد منك شيء يريد يريحك فقط غرض الدعوة هو الراحة لا يريد أن يدعوك للأرض من أرض لأرض كدعوة إبراهيم لكن يدعوك من الأرض لتسكن معه وتبقى معه في السماء يدعوك للمجد المسيح لما بيدعو بيدعو إلى المجد بيدعوك للسعادة الأبدية وليس سعادة في الأرض فقط سعادة أبدية وصحيح هنا بتعيش سعيد معاه لكن كمان هو بيدعوك لسعادة أبدية مش كده دعوه الرب يسوع دعوه عظيمه لان هو اعظم من ابراهيم دعوه ليس للارض دعوه للمجد دعوه سماويه دعوه للراحه هو يريد ان يريحك من ايه من خطاياك من ثقل الخطايا من ضمير الخطايا تعب الخطايا شعورك بالذنب يريد ان يريحك لما تتمتع بغفران الخطايا ضميرك يستريح ونفسيتك تستريح ايضا لكن الرب يسوع بيقول انا بدعو مين المتعبين وثقيلي الاحمال انا مش جاي للي حاسس نفسه كويس اللي بيشوف نفسه افضل من الاخرين انا جاي للي تعبان وحاسس نفسه اقل واردى انسان على الارض عشان كده قال الرب يسوع لم اتي لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبه لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى الرب يدعوك للراحه والسعاده لكن هذه الدعوة بلا مقابل أم لها ثمن الحقيقة أنت بتاخد الدعوة مجانا لكن الثمن مدفوع الدعوة دي ثمنها غالي جدا مكلفة جدا كلفة المسيح حياته وألامه على الصليب دعوة مكلفة جدا كلفة المسيح أغلى شيء حياته وألامه على الصليب هل تقبل هذه الدعوة؟ هل تطيع هذه الدعوة؟ ابراهيم ليه لقب أبو المؤمنين؟ لانه اطاع قبل إيه الدعوه مع انه ما كانش عارف هيروح فين ما كانش عارف هيروح أين ارض خرج وهو لا يعلم الى اين ياتي اما انت فالرب يدعوك ليس وانت لا تعلم لكن يدعوك لتكون معه في مجد ابدي في سعاده ابديه في راحه ابديه في افراح ابديه هل تأتي ملبيا دعوته وملبيا له صوته الذي يناديك عشان كده عزيزي المشاهد قدم لك دعوة المسيح تعالوا إلي وأنا أريحكم راحة حقيقية من يقبل الدعوة ومن يرفض الدعوة اللي يقبل الدعوة يتمتع بالسلام بالفرح بالراحة بالغفران بالمجد بالسعادة الأبدية كله ده مجانا انت مش تدفع حاجة هو دفع على الصليب كل حاجة هل تقبل هذه الدعوة الناس هنا في الأرض بيدوروا عليه بيدوروا على السلام بيدوروا على الفرح بيدوروا على الراحة بيدوروا على الاطمئنان مش لاقينه ومش هتلاقيه ولا في أي حاجة من حاجات الأرض لكن السلام الحقيقي والراحة والفرح والأمان والاطمئنان والغنى الحقيقي في المسيح لو قبلت الدعوة ستستريح كما وعد إنه صادق في كلامه كثير من الناس قبلوا الدعوة واستراحوا لكن عزيزي المشاهد من يرفض الدعوة سيتعرض للدينونة هناك دينونة قادمة لمن يرفض دعوة الرب ولمن يرفض محبة الرب لما يجي المسيح يدين في الدينونة هيدينك على خطاياك لكن أيضا سيدينك على رفضك لمحبته رفضك لدعوته رفضك لصليبه وعمله لأجله مش كده في آية بتقول كم عقابا أشر يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعم عقاب رهيب اللي يحتقر عمل المسيح ومحبته عزيزي المشاهد أدعوك من قلبي أن تستريح في عمل المسيح أن تقبل دعوته أعظم من إبراهيم إبراهيم دعي إلى الأرض وإبراهيم أطاع وخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي لكن من يدعوك الآن هو أعظم من إبراهيم إبراهيم بنى مسبح لما وصل للأرض وجي عند نصب خيمته بين بيت إيل وبين عاي بيت إيل يعني بيت الله الشركة مع الله عاي يعني كأنه العالم ده بيشوفه كومة خراب معناها وبنى مسبح ودعا باسم الرب. بنى مسبح دليل شركته مع الرب، دليل انه ما يقدرش يستغنى عن الرب، دليل ان الرب اصبح كل حاجه في حياته. عزيزي المشاهد ليتك تبدا علاقه جديده صحيحه مع الرب، ويبقى الرب كل حاجه، ويبقى الرب اهم حاجه في حياتك، ويبقى الرب قبل اي حاجه، ساعتها تجد لذه في الحياه ومتعه في العيشة الصحيحة فيها مش هتلاقي متعة ولا لذة ولا معنى ولا قيمة للحياة بدون الرب. طول ما أنت مطلع الرب من حساباتك ولا ليها معنى الحياة، تحس إني حياة كئيبة فارغة بلا معنى بلا قيمة. اللي يدي لحياتك معنى واللي يدي لحياتك قيمة يدي لحياتك طعم وجود الرب في حياتك. أدعوك أن تبدأ معه علاقة صحيحة وتقبل دعوته وتتمتع براحته وأخيرا توجد معه في البيت الأبدي في السماء على حساب عمله وصليبه والرب يباركك أخويا المشاهد وأصلي إليك وأصلي إلى الرب وأطلب إليك أنه تكون معاه في سعادة دائمة متع برضاه وبأفراحه وأدعوك أن تقرأ كتابك وتنتظرنا في حلقات قادمة من سلسلة دروس من حياة مختاري الله والرب Mark. Nah.